دول بقى يقتلون بينا بالتظاهرات مكافحة الشغب، خلي يخفون ايديهم. لا لا أبدا. قصة الآن تطورون من هذه القوى القتالية بعد استقرار البلد، يعني تطوروها من ناحية تسليحية، من ناحية تكتيكية، من ناحية الدورات، التدريب، تحتاجون أن تنموا هذه القوى أم تهتمون بالجانب الأمن المدني، الشرطة المحلية، المرور، استاذ نجم، ضرورات لبقاء. استاذ نجم، رؤية الوزارة وقيادة الوزارة وقادة الوزارة يجب أن نتقدم في جميع الملفات. مهم جدا إذا كان لديك استقرار أمني عامل التدريب، يعني كان لدينا مؤتمر قبل عدة أيام مع مؤسسات التدريب الموجودة في وزارة الداخلية، استحدثنا مدرسة التدريب البدني، استحدثنا مراكز جديدة في إطار بناء أكاديمية كاملة، في إطار بناء قدرات التدريب اليوم. نعم. رؤية الوزارة حتى الأقسام الإدارية الموجودة في الوزارة يجب أن تخضع للتدريب، التدريب مهم جدا. دائما التدريب الاختصاصي المنهجي واللا منهجي له تأثير في عملية أداء الأمن وإدارته واللياقة البدنية. فتشوف الآن يعني سابقا ما كان أكو تركيز مثلا على الوزن في الترقية، أي ما كان أكو تركيز على اللياقة البدنية في الترقية، الآن الكل يطمح أن ينزل من وزنه، رشاقة، أن تكون لديه لياقة بدنية. يعني من المعيب أن يكون رجل الأمن يعني مترهل. يعني كيف ضباط مرات تشوفها برتبة عالية عنده كريش وعنده أسل، إذا عنده مرض هذا موضوع آخر، هذا واحد، لكن إذا ماكو أسباب لهذا المرض ما ممكن، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت كيف تعطي أمن وكيف يكون عندك لياقة وأنت بهذا الوزن وبهذه الهيئة وبهذه الصورة؟ الآن بدأت يعني هذه أشياء هي شوف ما منظوره، لكن للامد الطويل راح تكون تبعاتها واسعه وواضحه بشكل كامل. احنا عندنا انطباع، عندنا صوره الضابط هيبه، يا رشاقه، رشيق اكيد، حتى بمشيته عدى بكذا، نريد هاي الصوره تعود من جديد. الان بدات تعاد هذه السياقات بشكل جيد. نركز، قلت لك على موضوع التدريب، موضوع مهم جدا. اليوم احنا في وزاره الداخليه من وزير الداخليه الى ابسط منتسب، احنا موجودين ترى مو سيوف مسلطه على رقاب الناس، لا، احنا اصلا نتقاضى راتب ومخصصات مقابل تقديم خدمه امنيه للناس. بالتالي احنا نشتغل عند الناس مو الناس تشتغل عندنا، هذا مبدا وزاره الداخليه الجديد. مبدانا ان نقدم خدمه لهؤلاء المواطنين. بالتالي التعامل مع الناس وفق القانون، ما ذكرته من تعسف مثلا في التعامل هذا غير مرفوض وغير مقبول في سياسه وزاره الداخليه. أي تعسف لا نسمح به. اللي يحكم والفيصل بيننا في جميع هذه الجوانب هو القانون ومعايير استخدام يعني القوة والإفراط بها وعدم الإفراط بها، هذا يتبع الحالة اللي يصير.